وفي المقابله لازم تركزوا بوكو بليس سو لو مونتال. وتعرف ابراهيم لاعب لم يكنش مونتالمون متحضر راح سي بور سا كو انا لازم كو احنا اللاعبين تاعنا ما يروحوش بفكره اللي كانت عندهم في كوب دافريك صادير الحراره التيران لازم اون دو بريباري بوكو بليس سو بلون بسيكولوجيك. حنا نعرفوا بلي الفريق تاعنا عنده مستوى عنده لاعبين عنده اللي كاباب دو فير ان ريزولتا لابا مي ميتنون بوكو بليس la préparation mentale تاعنا dans l'approche de la préparation mentale كيفاش راح تكون التحضير النفسي للاعبين. محمد شوف بالك انا نختلف معك في حاجه انه المقابله لا ريفيرونس تاع مقابله كاميرون ضد مصر خاطر هذيك هي الدومي فينال اللي كانت باينه تاع المرتبه الثالثه هو دخل لي كيب لا دوزيام ايكيب برسك عباك كانوا يلعبوا بدو جوار اللي كانوا لعبوا ديجا المقابله لعبوا نف جوار نف جوار فوالا لي دو بيوتور ما دخلوش ما دخلوش وكان انا وكان دخلوا علاش انا حبيت عليك باسكو تشوف باللي تو روفيان 3-0 دون لو سكور سا برو بلي سو لو مونتال ليكيب هادي عندها شخصيه وعندها فهمت هادي زيد نقول لك حاجه واحده اخرى المقابله تاع بوركينا فاسو مع الكاميرون على المرتبه الثالثه لو كان كاميرون كانوا عندهم لاعبين شويه ديكسبيريونس بالك هما كانوا قادرين يزيدوا يماركيو اكثر بوتيت بيان سور باسكو ميم اللاعبين وميم المدرب تاعهم طول شويه في لي شونجمون تاعو شاف دو جوار بريسك بريسي يمشوا وخلاهم شو محمد عباك دي ماتش باراي وانت على بالك بها تو ديبون ركزت انت على نقطه مهمه ليطا ديسبري تاعنا شو لا نروحوا ليطا ديسبري مغونفليين ودوك على بالي باللي لي جوار حطوا رجليهم في المبارد على بالي باللي سي سون رومي اون كوز ثاني كاين لا موتيفاسيون انترنسيك تاعك اللي هي تروح الكوب دو موند لما عندكش الرغبه والاراده باش دير نتيجه تما وباش تمشي لكاس العالم سي 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 سي